الاهلي يهزم اتحاد سكندري 1-0 بهدف ولا اروع للويس مكسوني ويواصل تصدره لجدول المسابقه. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن، ثلاث نقاط مهمين جدا في حاله التقدم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اداء متميز الشوط الاولاني، وفي الشوط الثاني حصل خروج ديانج. حصل ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ حصل فجوه في وسط الملعب بتاعك سمحت للاعيبه نادي الاتحاد سيطرة على نص الملعب. سيطرة على نص، لا يعني بقت التسليم والتسلم سهل. ما بقاش في رقابه على لاعبين اتحاد اسكندريه، وفرقه الاتحاد مش مدياك في اول شوط ان هي فرقه ممكن تهددك في اي وقت، او فرقه ممكن